بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا سعيد بوجودي معاكم النهارده، وشكرا دكتورة فاطينة على الدعوة. النهارده هكلمكم على موضوع اللي هو الـ complications of the arterial venous fistula أو الـ adversities of the AV fistula. طبعا احنا سريعا كده بنعمل ريكاب كده على الموضوع، انه احنا عندنا end stage patients كتير محتاجين renal replacement therapy. usually طبعا ال most commonly بيكون hemodialysis، وطبعا علشان نعمل ال hemodialysis دي اللي هو نوع من ال extracorporeal blood treatments، بنحتاج adequate vascular access. فطبعا ال vascular access ده وال complications بتاعته دي بتبقى ال most common cause of morbidity, hospitalization, طبعا and the cost among those patients. طبعا we all know انه بالنسبة لنا ال most common types of vascular access ال chronic access تحديدا ال arteriovenous fistula وال arteriovenous graft او اللي هو synthetic graft في حال عدم وجود vein مناسب لعمل الفيستولا. وطبعا at certain point بنحتاج ان احنا نعتمد على الكاثترز، سواء كانت بشكل مؤقت اللي هي النون تانل كاثترز، او بشكل يعني مطول اكتر اللي هو بنقول عليها البيرمننت كاثترز او الاسطره الدائمه. هي طبعا مش دائمه قوي ولا حاجه، هي برضو بتبقى يعني شورت ليفد، لكن طبعا عمرها أطول شوية من التامبري، ودي بتبقى نتيجة التانل اللي بيتعمل والكاف الموجودة على الأسطرة، عشان دي بنقول عليها التانل كاثرز. تمام، احنا بيسكلي عندنا إيفي فيستولا، إيفي جرافت، التامبري كاثر والبرمننت كاثر، والفرق بينهم طبعا قصة التانل. دكتور تامر، can you please maximize the screen؟ سوري؟ أوكي ماشي. تمام. طبعا احنا بالنسبه للايفي فيستولاز وي اول نو ان احنا فكرتها بمنتهى البساطه ان احنا بيكون في بريفيرال ارتري، والبريفيرال ارتري ده احنا بنعمل انستموزز، سيرجيكال انستموزز مع نيبرينج فين. يوجوالي بيكون السيفاليك فين لو بنتكلم على الارم او الفور ارم فيستولي، وده نتيجة بس إن هو وجوده anatomically في المكان المناسب للكانيوليشن. طبعاً reminder سريع، احنا عارفين إن الarm veins بتنقسم إلى two systems، الـ superficial system والـ deep system. الـ superficial system اللي هو comprising طبعاً الـ cephalic vein اللي بيكون ماشي laterally على lateral aspect of the arm، وفي البازيليك فين اللي هو بيكون ماشي على الميديال اسبيكت اوف ذا ارم. دول اللي احنا التو فينز اللي احنا يوجوالي لما بنيجي نعمل الارتيريو فينس فيستولا بنستعملهم، طبعا لانه البازيليك فين اناتوميكلي بيكون موجود ميديال، ممكن يبقى مش مناسب قوي للكانيوليشن. فيوجوالي لو هيتعمل جراحه انفولفنج البازيليك فين بيتعمل transposition او ان احنا بنغير مكان الفين وبنجيبه من الميديال اسبيكت لل اللاترال اسبيكت اكتر، ودي ممكن تبقى الجراحه دي بتتم على خطوه واحده او خطوتين. بنلاقي اما بنعرفها بان احنا بنلاقي سكار كبيره كده زي ما احنا شايفين في الارم، او بيكون ثلاثه سكارز صغيرين جنب بعض كده. مهم ان احنا نبقى عارفين الحقيقه ال different types of fistula واحنا شغالين، علشان لو هنعمل assessment مظبوط. يبقى احنا basically احنا ال most common types of arterial venous fistula بتبقى ال radiocephalic fistula، ودي بتبقى عند ال distal forearm او جنب الريست بالمنظر زي ده اللي احنا شايفينه، او ال brachiocephalic fistula يعني نوصل بقى بدل الريديال ارتري يبقى البريكيال ارتري والسيفاليك فين جنبيه.
زي ما احنا شايفين هنا في الصورة دي مثلا او هنا، تمام. او بعد كده بنعمل اللي هي البريكيو بازيليك فيستولا، اللي هي بنوصل البريكيو ارتري برضو، ولكن المرة دي بالبازيليك فين. وزي ما احنا شايفين لازم الفين يتعمل له دايسكشن، ثم بعد كده يتحرك مكانه وتعمل له ترانسبوزيشن الى مور ميديال سايت، مور سوري لاترال سايت. نقطة كمان مهمة الحقيقة قبل ما موف اون عن السلايد دي، الاناستوموزز ما بين الارتري والفين، برضو نبقى عارفين ان في حاجة اسمها سايد تو سايد، اند تو سايد، او اند تو اند. يعني ايه الكلام ده؟ طبعا الموست كومن اللي احنا بنشوفه دايما هو الاند تو سايد، يعني ايه دي كده الفين بيتعمل له بتقطع الفين وبعدين بيتعمل ليجيشن للديستال بارت بتاعه، مش عايزينه بقى خلاص، وبعدين الجزء ده بيتعمل له يعني بيتعمل سايد انسيجن في الارتري، وبعد كده بيتعمل انستوموزز للاند اوف ذا فين مع السايد اوف ذا ارتري، تمام. دي يمكن الموست كومن انستوموزز اللي احنا بنشوفها. في طبعا different types of anastomosis، وبتبقى على حسب بقى ال situation اللي موجودة من عيان لآخر بتختلف يعني، بس احنا ممكن يتعمل side to side anastomosis، بمعنى انه الفين بيبقى مكمل مش بيبقى interrupted، والارتري مكمل بيبقى side incision في الفين مع side incision في الارتري. دي اوقات بتتعمل الحقيقة او بنشوفها بالذات في ال الالبو فيستولا، بالذات لما بيكون هنا زي ما احنا شايفين هنا البريكيال ارتري بيبقى ماشي ان كلوز بروكسيميتي مع الميديان كيوبيتال فين، فاوقات في المنطقه دي بتعمل ال سايد تو سايد انستوموزز. ودي الحقيقه بيكون فائدتها ان احنا الفلو بتاع الفيستولا بيكون في الحاله دي ماشي اب اند داون، فاحنا عشان كده مهم ان احنا لما بنيجي نعمل examination او assessment للفيستولا وبنيجي نحس الثريل، لازم بنشوف السكار فين اللي هي موجود فيها العملية او الانستموزز. طبعا we never cannulate، معلومة برضو الجونيور دكتورز لو في معانا لسه ناس في التريننج بتاعهم، احنا طبعا مش بنعمل ابدا cannulation في المكان اللي فيه الانسيجن. احنا لو بنعمل cannulation بنبقى few centimeters above أو below على حسب الثريل موجودة فين. فمهم إن إحنا نبقى عارفين قصة الأناتومي بتاع العملية. الحقيقة وقت الكانيوليشن أو before كانيوليشن للبيشنت especially في أول مرة، عشان نبقى عارفين الدنيا ماشية إزاي. فده عشان كده بنقول لما بنحس الثريل في حالات السايد تو سايد انستموز ممكن نلاقي ان احنا شايفين السكار فوق هنا، لكن نحس الثريل موجوده تحت وفوق العمليه كمان. الان تو اند الحقيقه مش كومن ان احنا نشوفها، لكن هي اوقات تتعمل اللي هي الارتري نفسه بتعمل له ليجيشن ويبقى اند من الارتري على اند من الفين، يعني بيبقى نفس في ستامب ده في زيه هنا ناحيه الارتري، والاثنين بيكونوا مقطوعين ومتوصلين ببعض. اوكي الايفي جرافت دي بتبقى اولترناتيف طبعا للارتيريو فينس فيستولا كبيرمننت اكسس للمرضى الغسيل، في حال طبعا ما احنا ما فيش فينز مناسبه، واحنا بنعمل اسسمنت انيشيالي للمرضى بتوعنا لقينا ان الفينز السايز بتاعها صغير او اتنيويتد فينز، او ان يكون العيان كرونيك عمل عمليات كتير قبل كده فالفاسكولار اكسس بتاعه كله كونسيومد، يعني كل الفينز بتاعته البريفيرال فينز كلها كونسيومد، فبنبتدي في الحاله دي ان احنا نلجا لاستخدام سينثيتك جرافت او اللي هو ارتفيشال فين. يعني الجرافت طبعا دي سينثيتك ماتيريال، موست كومنلي مادة اسمها PTFE Graft، دي مش مشكلة قوي الفابريك معمولة من ايه او ازاي، لكن الفكرة بطبيعة الحال اي مادة سينثاتيك سواء كانت كاستر او سواء كانت جرافت هتتزرع في جسم الانسان، فاكيد هتبقى طبعا
more prone for infections or thromboses. طبعا دي النايتمير بتاعنا اللي هو الاكسس ثرومبوزز والاكسس فيلير والانفكشن طبعا خلاص. لكن anyway احنا عارفين ان الجرافت فيها ميزة انها تتزرع باي شكل زي ما احنا شايفين، يعني ما بين الانفلو خلاص هو مكان دخول الدم في الجرافت بيبقى من اي ارتري لاي فين، ممكن تبقى ستريت بالشكل ده، ممكن تبقى واخد شكل لوب بالشكل ده او بالشكل ده على حسب احنا بنوصل الريديال ارتري او اللور ارتري بريكل ارتري سبليفين ايفن او اكزيلري اكزيلري قصدي. كل الحاجات دي اوبشنز وارده، لكن اللي يمكن التيب المهم في القصه بتاعه الجرافت ان احنا نبقى عارفين الان فلو فين والاوت فلو فين. يعني احنا لما نلاقي لوب جرافت بالمنظر ده خلاص طبعا احنا تحت الجلد احنا مش شايفين، لما بنيجي نعمل الكانيوليشن احنا شايفين ان في زي حاجة كده C shaped موجودة، جرافت موجود C shaped كده تحت الجلد والناحيتين buzzing، يعني الاثنين فيهم thrill واحنا مش عارفين كده ال inflow فين وال outflow فين. طبعا الكلام ده مهم قوي في الكانيوليشن التفرقة علشان ما نعملش recirculation، يعني احنا عايزين طبعا عارفين اللي احنا ال red line بتاع الغسيل او الإبرة الحمراء اللي هي المفروض بنسحب منها الدم، مفروض ان احنا تكون positioned جنب او قريب من الفيستولا او الجرافت انفلو مش ناحيه الاوت فلو، الا لو احنا عكسنا، يعني لو قلنا هنا ده الارتري اهو وده الانفلو بتاع الجرافت دي، فالدم ماشي كده وراجع كده في الفين في الميديم كيوبيتال هنا ثم بعد كده هيكمل الديب سيستم. تمام، فاحنا هنا لو احنا حطينا سحبنا الدم من هنا ورجعناه هنا خلاص هنلاقي ان احنا عاملين نعمل ريسيركيليشن جوه الجرافت، احنا كده الدم بيرجع تاني يلف تاني ومش بيبقى كده الدايلسيس ما بتبقاش افيشنت بشكل كافي، فاحنا المفروض ناخد دم من هنا ونرجعه هنا مش العكس. فطبعا دي بنعرفها بان احنا سيمبلي بنضغط على الجرافت من النص بالظبط خلاص، نعمل لها سكويز او كومبريشن هنا بنلاقي انه الثريل اللي كانت محسوسه على الناحيتين في الناحيه بقت يعني مسموعه اكتر او محسوسه اكتر وبقت بالعكس مور تنس بالسيشنز موجوده عليها، الناحيه الثانيه بنلاقيها بدات تبقى فيدنج خالص، يعني نفس فكره الاوجمنتيشن تيست كده يعني اللي احنا بنعمله في الفيستولا. تمام، ان احنا بنبقى عايزين نعرف الانفلو فين، لو في انفلو بروبلم هي نفس الفكره، احنا نسكويز هنا خلاص ونشوف هنا الفلو لو زاد هنا او البالسيشنز زادت عند منطقه الانفلو هي دي المنطقه اللي احنا هنكنيوليت فيها الريد لاين. مش هتكلم كتير النهارده الحقيقه على الكاسترز، احنا بس عايزين نبقى عارفين ان هو في تمبري كاسترز زي ما احنا شايفين هي بتبقى دايركتلي انسرتد انتو دي مثلا انترنال جوجلر فين او اي سنترال فين اكسسبل، ودي بتبقى عمرها قصير عشان طبعا مفيش تانل مفيش كاف او دكتور الانفكشنز. وفي التانل كاسترز اللي هي بتبقى فيها تبقيتين استانل طويل، وفي الداكرون كافتي اللي هي بتجارد برضو اجنست الانفكشن، فدي طبعا ممكن تقعد فترة اطول قد تصل لعدة شهور او سنوات بسيطة. عمرها تقريبا من نفس عمر الجرافت على فكرة، الاتنين تقريبا عمر واحد. طيب احنا في جنرال بوليسيز كده المفروض ان احنا الحقيقة نتبعها الاول لما نيجي بنفكر ان احنا نعمل فاسكولار اكسس علشان يبقى فعلا الفاسكولار اكسس ده ناجح بالنسبه للبيشنت. للاسف احنا لسه يعني ستيل وي ار بيهايند شويه، ما فيش عندنا في مصر لسه يعني ويل امبلمنتد اكسس بروجرام الحقيقه موجود، وان كنا الحقيقه يعني مور لس يعني ماشيين بشكل كويس في نسب عمل الارتيري فينس فيستولا. كان في يعني استادي كبيره اتعملت من كام سنه كده عندنا في جامعه عين شمس على مستوى الجمهوريه، كان فيها ريكروتد كانت ابيديميولوجيكال استادي يعني على اكثر من 20,000 عيان تبع وزاره الصحه على مستوى الجمهوريه، وكان نسبه الارتيري فينس فيستولا حسب انا متذكر كانت حوالي تقريبا 92% او اكتر كمان يمكن 5% كمان. فاحنا بالنسبه لنا زي العالم كله اللي
وصل للنتيجة دي، ان احنا محتاجين دايما ان هو primary access يبقى النيتف فيستولا. فاحنا عندنا القصة دي كويسة، عدد الجرافتس عندنا وان كان طبعا ده جزء منه السبب فيه طبعا financial، لان الحاجات السنتريك دي غالية شوية، ولكن احنا الحمد لله عندنا في مصر primary access بتاعنا هو الايفي فيستولا. وان كان طبعا recently بدا يبقى فيه مور انسرشنز بنشوفها للبرمن كاثرز وبدات تبقى منتشره اكتر، لكن طبعا لازال الاهتمام دايما ان احنا نحاول دايما تو انسرت نيتيف فيستولا او تو كرييت نيتيف فيستولا، بس علشان تو ماكسمايز البنفيت من النيتيف فيستولاز دي الحقيقه محتاجين شويه بوليسيز عامه لازم ان احنا نشتغل عليها. اول حاجه ان احنا ما نكتفيش بس بالكلينيكال اكزامينيشن، والحقيقه الزملاء في اسم جراحه الاوعيه بداوا يعني مؤخرا على طول بشكل روتيني يطلبوا الفحص اللي هو بتاع الفينوس مابينج او بيتم بالالتراساوند او بالدوبلر علشان يتم اختيار الفين المناسب. الحقيقه كان زمان بس بيعتمد القصه بتعتمد بس على الكلينيكال اسسمنت والفحص الكلينيكي لجراح الاوعيه اللي درع العيان، ده الحقيقه مش بيبقى كافي خالص، ده يعني ممكن يبقى مفيد بنسبه 50%، لكن لو عايزين البنفيت يوصل يعني ل 80% او اكتر عايزين ان احنا نعمل فينوس مابينج علشان يتم اختيار الفين المناسب. احنا طبعا هنتكلم عليها كمان شويه في السلايدز اللي جايه، ولكن احنا بنبقى عايزين الفين سايز يكون مناسب، وفي نفس الوقت ما يكونش الفين ده سكارد نتيجة كانيوليشن سابق أو حاجة. فإحنا بالألتراساوند بنعمل تيست أو اختبارات بنشوف بيها إنه الفين ده بيدستند مع الكمبرشن، دي بتبقى معلومة تانية مهمة إن الوول بتاع الفين is dynamic و is reactive. والحاجة التالتة إن إحنا نشوف إن في يعني long segment من الفين في حالة كويسة، وأخيرا إن يكون arterial tree كويسة فيش فيها مشاكل. فدي كلها حاجات الحقيقة بتبقى مفيدة أو لما بنعمل الفينوس مابينج، فده فحص مهم قوي ومفروض إن هو يكون بيتعمل بشكل روتيني وقبل أي عملية فيستولا عشان يعني يبقى نسب النجاح فيها عالية. الحاجة التانية بالمناسبة البرايمري بيتنسي في الفيستولاز، علشان ده ممكن يكون أوقات كتير سبب لفراستريشن للعيانين وللدكاتره في نفس الوقت، فلازم نبقى عارفين انه في العالم كله البرايمري بيتنسي ريتس بتاعه النيتف فيستولا اصلا هي اصلا مش حلوه، يعني عشان بس ما يبقاش في اكسبكتيشنز عاليه عند البيشنتس. هي هي احسن احتمال او احسن فرصه للعيان هي النيتف فيستولا، بس البرايمري بيتنسي ممكن تبقى يعني ستارتنج فروم 70% او 75%، فاحنا بنتكلم ان في فيل ريت مش قليل الحقيقه. فده لازم يبقى العيان انفورمد بالقصة من الأول علشان ما يبقاش فيه ده سبب يعني مشاكل أو فراستريشن يحصل مع البيشنس أو أهلهم. الحاجة الثانية المهمة الحقيقة جدا 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 لنجاح النيتف فيستولاز الأيرلي ريفيرال، تاني كلنا عارفين هذا الكلام، الأيرلي ريفيرال والأيرلي بليسمنت للأكسس. يعني ما يصحش إن احنا في لغاية دلوقتي في أوقات بنلاحظ إن يبقى فيه عيانين يعني جوم اند ستيج تشخصوا على طول او مر اند ستيج وحطوا قسطره وقاعدين بيها 3 شهور و4 شهور و6 شهور. احنا كل ما القسطره التمبر كاثر دي ما بتكون موجوده، او حتى لو حطينا بيرمننت كاثر كبريدج لغايه الفيستولا، كل يوم زياده بتعود القسطره دي في العيان بتساهم ان يحصل سكارنج للفين والفين ستينوزز. وطبعا زي ما احنا عارفين لو السنترال فينز بدا يحصل فيها ستينوزز ده بيأثر جامد على نجاح بعد كده العمليات اللي هي في الدراع البريفيل فينز دي كلها. فا early referral ده مهم قوي، وان احنا ما نعاش العين بأسطر كتير. نقطة تانية برضو او تالتة مهمة عشان to maximize the use of fistulas، ان احنا لما نلاقي fistula poorly developed اللي بيحصل للأسف لازال، وده طبعا ناتج عن الفاينانشال بيردن اللي ممكن محاوله انقاذ الفيستولاز يكون بيعمله، لكن عندنا امل في يوم من الايام انه لما الحاجات دي تبقى البراكتسز دي منتشره اكتر الكوست يقل شويه. بمعنى اخر لو شايفين ان في فيستولا بولي ديفلوبد المفروض انها يتشاف هي ليه مش شغاله كويس،
الفلو فيها ضعيف، هل في سايد برانش كان محتاج يتقفل، هل هي محتاجه يعني بالون اسيستد ماتوريشن. يعني الفكره مش مجرد ان احنا لقينا فيستول ضعيفه ان احنا نقرر ان احنا لا خلاص تتقفل ودي تعمل واحده جديده، احنا كده وي كونسيومد فينس سايت بدون داعي. فلو في امكانيه يعني قدر الامكان ان احنا تو سيف ا بولي فانكشن فيستولا، ده المفروض يبقى امبلمنتد الاستراتيجي دي. ولو حتى فيستولا كانت موجوده من فتره لكن بدا يحصل فيها فيلير نتيجه ستينوزز او ثرومبوز او انيوريزمز او وات ايفر، نشوف المشاكل اللي بتحصل او الكومبليكيشنز اللي بتحصل فيها، المفروض ان يكون في اجريسيف مانجمنت بلان للفيلينج فيستولاز دي ومحاوله جاده لانقاذها علشان تو ماكسمايز اليوز اوف النيتيف فيستولاز زي ما اتفقنا. دول يمكن اهم البوليسيز اللي احنا عايزين دايما تبقى في بالنا او بنعتمد عليها علشان الفيستولاز يعني تكون شغاله كويس. وعشان نعرف نعمل ده الحقيقه بنحتاج ان يكون في الكواليتي اشورنس بروجرام، ان يكون في بروسبكتيف مونيتورنج وسيرفيلنس دايما لل اكسس بروبلمز بصفه عامه وللفينوس ستينوزز بصفه خاصه، لانه ده من الحاجات الحقيقه اللي بتبتدي تظهر بشكل يعني سب كلينيكال خالص او سطل خالص، ومع الوقت يبتدي الاستنوزز ده يزيد، يبتدي ياثر على الفلو في الفيستولا ويبتدي يحصل فيها ثرومبوزز، مع انه في كلينيكال ساينز بسيطه خالص ممكن لو كانت بيكت اب ايرلي انف ممكن تتحل مشكله من جذورها وما يضطرش العيان هو يخسر الاكسس بتاعه. وده اللي احنا لسه الحقيقه نعتبر الى حد كبير للاسف، وان كان حصل اويرنس في اخر كام سنه مش بطال بالفاسكولار اكسس وبالبروبلمز بتاعته، الا انه يمكن فيري فيو سنترز اللي تعتبر افكتفلي امبلمنتنج فعلا كواليتي اشورنس بروجرام وريجولار مونيتورنج او سيرفيلانس للفيستولا عندهم. طبعا النقطه دي بتعتمد على دي، يعني احنا خلاص احنا عملنا بروجرام وشخصنا، بس لازم يكون في عندنا برضو المقدره تو امبلمنت البروسيجرز اللي احنا بيها نقدر ان احنا نعالج الفيلينج فيستولا، واللي هي برضو الاهم نقطه فيها هتكون البروسبكتيف تريتمنت للفينستينوز. احنا شخصناه بس في نفس الوقت مهم يكون عندنا القدره او البروجرام اللي يقدر ان هو يعني يتعامل مع علاج مثل هذه المشاكل. طبعا احنا عارفين انه قصه الانجيوبلاستي عموما هو علاج مكلف، وحاليا المؤخر المساله دي الحقيقه في النفرولوجي، رغم انه بدا يبقى يعني الساينس والاستابليشد في العالم كله، انه لازال لسه ما فيش قوي الحقيقه يعني كودينج او يعني ريمبرسمنت يعني سيستم واضح لمثل هذه المشاكل. يعني بالنسبه مثلا لقساطر القلب معروف يعني سواء من خلال الحكومه او من خلال الجهات الحكوميه يعني او من خلال الجمعيات الخيريه ايا كان، في معروف ان العيان اللي عنده مشكله في القلب بيبقى ليه قرارات معينه او فاندنج او ريمبرسمنت واضح لمشاكل الاسطره القلب. فاحنا نامل ان احنا من خلال جمعيه الكلى وشعبه الانترفنشن نفرولوجي ان احنا يعني نساعد او ان احنا نطلع توصيات ان احنا يبتدي يبقى من خلال وزاره الصحه او من خلال الجمعيات الخيريه ان يبتدي يبقى في لوجيستكس واضحه تو سبورت فاينانشلي الاكسس سالفج بروسيجرز والانجيوبلاستيز او الستانتنج اللي ممكن تحتاجه الناس دول او يحتاجوا الناس دول. النقطة اللي بعد كده طبعا ودي الحقيقة في ايدينا ومش كويس ان احنا متأخرين فيها برضو، الحقيقة في بوليسيز كتير احنا محتاجين احنا نركز عليها، اللي هو الجرافت ثرومبوزز او الفيستولا ثرومبوزز، حتى ان احنا عايزين سيستم او لوجيستكس تو مانج المسألة دي افكتفلي وافيشنتلي. وبقى حتى في ريبورتس كتيرة ان احنا ايفن حتى الحاجات دي ممكن ابطو انها تعمل التراساوند جايدد او بيت سايد، حتى ان احنا سواء ميكانيكالي او ان احنا فارماكولوجيكالي ان احنا لما بنشخص على طول اكيوت ثرومبوزز في الفيستولا ان احنا نحاول نلحقها.
للاسف بتبقى فراستريتنج كتير عندنا في السنتر انترفنشن سنتر. الجرافت فيها فرصه مش بطاله انها بتقعد اسبوعين ثلاثه بالثرومبس ممكن احنا نلحقها، لكن النيتف فيستولا عشان كده هنا كاتبين جرافت الحقيقه مش فيستولا. الفيستولا الويندو تو سيف ذا فيستولا از نارو جدا، يعني احنا المفروض اول ما العيان يبقى المفروض ان هو يبقى ادوكيتد العيان والستاف سواء التمريض او الاطباء اللي شغالين في وحده الدايلسيس، اول ما يبقوا عارفين انه حصل يعني acute thrombosis في الفيستولا، العيان مره واحده يحس ان في بين في الفيستولا وان ما بقاش فيها ثريل، بمجرد ما بيحصل القصه دي المفروض ان هو immediately within few hours يتوجه للمكانش السنتر اللي هو يعني فيه بيقدر ان هو يعالج الموضوع ده effectively وefficiently بسرعه، يتحول وتتعالج القصه دي within few hours الفيستولا هتبقى saved. وعندنا ناس عمل قال لهم الجراف ترومبوزز ده او الفيستولا ترومبوزز وكانوا اتعالجوا في وقت سريع خلال ساعتين ثلاثة أو ست ساعات بالكتير ايدل، يعني هتلاقي إن هو الفيستولا طبعا بعدها سنين طويلة 10 و20 سنة بعدها عادي خالص، ولكن الايفنت ده حصل. لكن بمجرد بس ما يعدي فيو اورز أو 24 ساعة بالكتير هتلاقي إن هو لا خلاص كده الوول بتاع الفين بقى دامجد والثرومبوس لزقت فيه وعملت له يعني تأثير جامد، بحيث إن هي ايفن حتى لو عملنا دي كلوت او شلنا الثرومبس بيرجع تاني تقفل على طول وبتبقى مش نتيجه مش كويسه. الجرافت ممكن تقعد فتره اطول، يعني ممكن اسبوعين ثلاثه، ممكن يعني يبقى في جرافت ثرومبوز بقى لها اسبوع وتتسلك عادي مفيش مشكله فيها خلاص. فاحنا دايما نبقى دايما نحاول ان احنا لو في ثرومبوز ان احنا نعالجه او نعرف ازاي نعالجه او على الاقل نعرف ممكن نعالجه ازاي بسرعه من خلال ريفيرال لسنتر يكون يعني مؤهل لاستقبال الحالات دي. يعني على فكره القصه دي يعني مع effective training ممكن تتعمل في كل الوحدات، يعني زي ما اتفقنا هي ممكن تتعمل يعني even حتى bedside يعني، بس الفكره كلها محتاجه training والافيلابيلتي طبعا بتاعت التولز المناسبه at least الفارماكولوجيكال thrombolysis يعني دي available. وممكن لو الحقيقه بدات تبقى يعني استخدام الثرومبوليتكس في العلاج الكاثر ثرومبوز بدأ ينتشر، بدأ تلاحظ ان هو بقى في سنترز كثيره فعلا بدأوا يتعودوا انه يبقوا عارفين ان هم يقدروا يحقنوا البيرمننت كاثر لما تكون فيلينج، يقدروا ان هم يحقنوا جواها ثرومبوليتك، لكن لسه مش امبلمنتد الكلام ده قوي على الفيستول او الكرافت. فالموضوع محتاج طبعا تريننج علشان نقدر نتفادى العينين بتوعنا اكتر من كده. ثم النقطة اللي بعد كده طبعا planning to minimize the use of catheters زي ما اتفقنا. لو لقينا بقى ان الفيستولس خلاص مش شغالة كويس وانها eventually خلاص فيها chronic thrombus او انها failing خلاص او كده، المفروض ان احنا to plan to create a secondary fistula. secondary fistula يعني ان انا في عندي فيستولا شغالة بس انا عارف انها failing خلاص، فبدل ما احط العيان قسطرة انا مش عايز احط قسطرة خالص، اروح اعمل العيان فيستولا جديدة تكون كويسة على ما تماتيور تكون دي خلاص expired أو خلاص يعني مش محتاجينها، ممكن نقفلها في الحالة دي ونستعمل الـ secondary fistula. ونقطة أخيرة برضو من البوليسيز المفروض اللي هي متعرف عليها في الـ vascular access societies وكده، إن إحنا we should as much as possible نحاول إن إحنا نعمل management للـ vascular access problems دي as outpatients، يعني بلاش إن إحنا نحجز عيانين في المستشفى علشان الحاجات دي كلها، يعني قدر الامكان يتم التعامل مع مشاكل الفاسكولار اكسس على اساس اوت بيشنت. السلايد دي برضه مهمه الحقيقه، البلاننج از كروشال بالنسبه لموضوع الفاسكولار اكسس، وعشان كده الحقيقه انا شايف ان الدور النفرولوجي فيها اهم ايفن حتى من اي تخصص اخر. احنا اساسا بنتعامل مع العيان، ف الفاسكولار اكسس بلاننج ده زي ما احنا شايفين في بيلرز كتير علشان يبقى الفاسكولار اكسس بتاعنا ناجح. محتاجين طبعا اول حاجه واهم حاجه الفيسل بريزرفيشن، دي بس احنا بنفكر بعض بيها كل شويه لانه اوقات بننسى اهميتها، بمعنى انه لو في احنا خلاص في عند اند ستيج وهيبقى بلاند ان هو في يوم من الايام يعمل فيستولا في دراعه، المفروض ان هو يبقى في انستراكشنز ما نقصش التخطيط من الدراع الفلاني،
لو الدراع الشمال مثلا موست كومنلي ما نسحبش منه عينات، ما تحطش فيه ديكلاينز وهكذا. يبقى الموضوع الفيسل بريزرفيشن ده، والعين طبعا يبقى انستراكتد انه الفينز تبقى بريزرفد في الارمز بتاعته. تمام، دي قصه في منتهى الاهميه الحقيقه. احنا برضو احنا يعني احنا نفسنا بنفكر بعض، احنا نفسنا بننسى لو في اي عيان سي كي دي المفروض ان احنا نقول له يا ريت لما تروح تسحب اي عينات دايما تتسحب من ال اوكي ممكن تبقى بينفول اكتر، بس ال dorsum of the hand، ال veins اللي في ال dorsum of the hand هي اللي ممكن تبقى انسب حاجه لسحب العينات، مش الكيوبيتال فين، مش الفور ارم، مش الارم، مش اي حاجه ليها علاقه بالارمز خالص. فالفيزل بريزرفيشن ده من الحاجات المهمه. patient education طبعا دي من الحاجات اللي احنا محتاجين زي ما اتفقنا ابسطها نعرف البيشنت يعني ايه الدراع المناسب اللي تعمل فيه الفيستولا، موضوع الكانيوليشن ده زي ما اتفقنا هو يبعد عنه، وطبعا زي ما اتفقنا بعد ما يعمل الاكسس يبقى انستراكتد لو في اي امرجنسي، لو في اي مشاكل، لو في اي ادفرس ايفنتس حصلت ان هو يتصرف ازاي او يتحل او يعني انت بلغ الدكاتره وكده. طبعا بنحتاج او محتاجين الحقيقه ان يكون في فاسكولار اكسس كوردينيتور، غالبا ده بيكون نيرس او تكنيشن متخصص. يعني الكلام ده ممكن يكون مش سهل قوي ان احنا نعمله في مصر اتليست في الفيز بتاعتنا دلوقتي. طبعا في حاجات فاكتورز ليها علاقه بالبيشنت مهم ان احنا بنعرفينها. واختيار الجراح المناسب، لانه طبعا مش كل المفروض ان هو الجراحين اللي تريند على فيستولا المفروض ان هو مش كل الجراحين الاوعيه، المفروض انه عارفين مين الجراح الاوعيه السبيشالايزد او اللي عنده سبيشال انترست في شغل الارتيريفيرس فيستولا تو ماكسمايز نجاح العمليه، ويبقى البرايمري بيتنسي ريتس بتاعته تكون كويسه. patients factors مهمه قوي الحقيقه، بس هتكلم عليها مع دور النفرولوجيست. الحقيقه اكتر واحد يقدر الاقدر على تحديد الفاسكولار اكسس بالنسبه للعيان ويعملوا بلانينج كويس هو النفرولوجيست وليس حد اخر، لان هو النفرولوجيست هو اللي بيقدر يتعامل مع البيشنت از هول، هو اللي عارف البيشنت بتاعه ده هل هو هيكون مناسب ليه ان هو يعمل فيستولا او ان هو يعمل اصلا هيموداياليسيز ولا انسب له ان هو يعمل بيرتونيال داياليسيز ولا في بلان انه يعمل مثلا ترانسبلانتيشن. فهو هيبقى الاخطر على اختيار الفاسكولار اكسس. لو انا عارف ان عيان هيعمل ترانسبلانتيشن خلال شهرين ثلاثه، انا لا انا مش هعمل له فيستولا في دراعه، انا هعمل له مثلا احط له بيرمننت كاثر. لو انا عارف ان البيشنت بتاعي ده از كاردييك بيشنت وممكن عنده هارت فيلير والاريكشن فراكشن بتاعه مش كويس، هبقى انا عارف ان انا ده مش عايز اعمل له ايفي فيستولا مثلا ولا ايفي جرافت. او لو انا عارف العيان ده مثلا هيباتورينال سيندروم او عنده تيرمينال يعني كانسر بيشنت او وات ايفر وجاله رينال فيلير اند ستيج، ده برضو مش ده البيشنت اللي هيبقى كانديديت مناسب ان انا اعمل له ايفي فيستولا. فاللي بيبقى الحقيقه مهم بالبيشنت ميديكالي بشكل كامل وعارف البلان بتاعه بلان اوف مانجمنت بتاعته هو الحقيقه بيكون النفرولوجيست، وعشان كده هو الاقدر ان هو يعمل بلاننج كويس لو كان عنده الانف تريننج او المعلومات الكافيه فيما يخص الفين مابينج والاختيار البيشنت المناسب والقصه اللي اتكلمنا عليها دي. بيشنت فاكتورز مهم قوي موضوع زي ما اتفقنا الكاردييك كونديشن بتاعه البيشنت والفاسكولار كونديشن بتاعت البيشنت، وعلى رأس طبعا الريسك فاكتورز للفاسكولار بروبلمز ما ننساش الدايبيتس والسموكينج، دي كلها حاجات بتبقى زي طبعا الايج والاثروسكليروزس بالنسبه للارتيريال سايد. فدي كلها حاجات احنا بنبقى مايندد بيها واحنا بنفكر ان احنا نعمل بلاننج. بالنسبه للبريوبرتيف اسسمنت احنا عارفين احنا مين اللي بنبص على الفينس سايد زي ما اتفقنا، بنأسس السوبرفيشال فينز السفاليك فينز في الفور ارم وفي الابر ارم والبازيليك فين الميدين كيوبيتال فين، كل فين بنبقى عايزين نعلق على الدايمتر بتاعه والدبث بتاعه من السكن، علشان لو كان تو ديب الفين بيحتاج الجراح ان هو يعني يعمل لنا التسطيح او السوبرفيشاليزيشن بتاع الفين
وما ننساش حته الدايمتر بالتورنيكيه، بالتورنيكيه او وذ كومبريشن، يعني بنقيس الدايمتر ده مره والفين من غير كومبريشن، ومره تانية بنلاقي السايز هنا بقى اكبر شويه بعد ما اتعمل كومبريشن. اوكي، احنا بالنسبه لنا الفين اللي هو لو الفين هيلثي ومش كانيوليتد كتير وما حصلش فيه ترومبوفلبايتس او ما عندوش فايبروتيك وول، هنلاقي ان الفين بيقدر ان هو يدايليت او يدستند بشكل طبيعي. لكن لو لقينا ان الفين مش بيكبر حجمه او مش راضي ان هو يدايليت بشكل كافي، يبقى الفين ده او السيجمنت ده في الحته دي اتسحب منه عينات كتير او كان فيه ترومبوفلبايتس، مش هيكون مناسب ان تعمل فيه فيستولا. ودي احد المعلومات المهمه الحقيقه اللي بنطلع بيها من الفين مابينج. وبرضه زي ما اتفقنا الارتيريال اسسمنت بنحتاجه عشان برضه نبص على لو كان البيشنت عنده اي ارتيريال بروبلم، او سبيشال لو كان دايابيتيك او سموكر او اولد ايج، ممكن بنلاقي انه الارتيريال تري نفسها السيجنال فيها مش كويسه، او ان الرياكتيف اكريميا تيست بتاعه ما بيبقاش كويس. ده غير ان احنا بنحتاج دايمتر برضه فيه مينيمم دايمتر بنحتاجه من الفيدنج ارتري الاكسس بتاعنا علشان نقول ان هو هيدينا كده ادكوت فلو. فدي كلها حاجات الحقيقه بين البري اوبرتيف اسسمنت محتاج انها تكون معموله واضحه بالنسبه لنا. دي تبقى صوره الالترا ساوند سريعا كده او جزء منها، اللي هو ادي بيبقى شكل الفين. طبعا ده بيبقى البروب محطوط على الناحيه دي، بيبقى لينير بروب، وده بيبقى هنا السكين، وبنقيس المسافه ما بين السكين لغايه الفاسل او الفين او السفاليك فين يعني، وبعدين بنقيس الدايمتر بتاع الفين، الاي بي دايمتر ده زي ما احنا شايفين بالشكل ده خلاص. وبعدين بنعمل زي ما اتفقنا، بنابلاي التورنيكي ونعيد تاني القياس. طبعا كلنا عارفين في حاجه اسمها الرول اوف 6، اللي هي علشان نقول ان الفيستولا دي كويسه تقريبا كده، علشان نقرب المساله بيبقى عايزين ان الفين ده يبقى يوصل بعد العمليه ما تتعمل ان يبقى حجمه 6 مللي، السيرفيس من السكين يبقى حوالي اقل من 6 مللي او لغايه سنتي حتى مقبول، بس يعني علشان تبقى الرول سهله في حفظها يبقى 6 مللي من السكين، 6 مللي دايمتر الفين نفسه، 6 اسابيع يكون الماتوريشن تايم اللي احنا بنديه للفيستولا علشان نقدر نقول ان الفول كده بقى الفول بقى ماتشور بشكل كافي وفي انف بلاد فلو ماشي في الفيستولا. المسافه ما بين الكانيوليشن ما بين الارتيريال سايد والفينا سايد او اللي هو يعني الابره الحمراء والابره السوداء يبقى حوالي 6 سنتي. دي ال رول اوف 6. واخر حاجه فيهم ان الفلو بيبقى حوالي 600 مللي، مش ما يقلش عن كده. هي طب ممكن يبقى في فيستولاز هنلاقي انها بالدوبلر فيها بقى فلو اقل من كده، لكن هو طبعا الارقام دي محطوطه للتسهيل يعني، لكن هو هي حاجه يعني ستاندرد معروفه رول اوف 6 دي، وبتتسال كتير في الامتحانات اللي داخلين امتحانات سواء ماستر او زماله او غيره. احنا بس بالنسبه للموضوع الفلو في الفيستولا، اهم حاجه بالنسبه لنا انه الفيستولا فلو يكون قادر يسستين الدايلسيس سيشن. احنا البامب بتاعتنا بتطلب من العمليه من 300 ل 400 مللي في الدقيقه، فاحنا عايزين ان الفيستولا فلو يبقى اكتر من الرقم ده بشويه. تمام، يعني فيستولا او حتى لو فيستولا 500 450 حتى ممكن تمشي معانا كويس، ما فيش مشكله. تمام، بس اهم حاجه انها ايه، طبعا ده بالنسبه للنت فيستولا. بالنسبه للجرافت الحقيقه بيبقى عايزين فلو اعلى من كده، لانه لو فلو الارقام دي بالنسبه للجرافت هنلاقي ان هي كده ده لو فلو بالنسبه للجرافت وممكن نتقفل او يجي لها ترومبوزس. يعني احنا يوجولي في الجرافت بنحتاج فلو ممكن يبقى مثلا 1000 حتى او اكثر من 1000 علشان تبقى شغاله الجرافت بشكل كويس. اوقات بنحتاج ان احنا نعمل انجيوجرام او ان احنا نعمل سي تي فينوجرام لما بيكون العيان شاكين ان هو يكون عنده سنترال ستينوزيس، سواء بالفحص الاكلينيكي او بالتاريخ المرضي بتاع العيان، هنركب اساطر كتير او شايفين ان في على دراعه كولاترالز او على الشست وول في كولاترال فينز كتير اللي هي بتبقى باينه بالمنظر ده كده اهو، فبنطلب ان هي يتصور العيان بالصبغه او ان هو يعمل اشعه مقطعيه بالصبغه. هنا ده عيان مثلا عنده سنترال اوكلوجن، فطبعا ده لازم يتعالج قبل ما نفكر اصلا نعمل فيستولا. عشان كده اوقات بيبقى الفين مابينج او الدوبلر لوحده مش كفايه، انت ممكن تعمل دوبلر
يقول لك اه الفين اهو بيتنت او اكزيلير فين بيتنت والسفاليك فين بيتنت والفين سايزز كويسه وكل حاجه، ويطلع الموضوع كله انه عنده في الاخر سبكليفيان فين اوكلوجن او انومت فين اوكلوجن نتيجه قساطر سابقه كان بيركبها كتير قبل كده. فلو في حاجه زي كده لازم تتعالج الاول طبعا قبل ما نفكر نعمل فيستولا. طبعا المونيتورنج والسيرفيلنس بروجرام ده بيشمل شويه ديفينيشنز بس مهمه. المونيتورنج هو مقصود بيه هو الفيزيكال اكزامينيشن او الفيزيكال ساينز اللي بندور عليها. السيرفيلنس بالبساطه مطلوب اللي هو ان احنا ريجولر اللي بيعمل دوبلر للعيانين. الدياجنوستيك تيستنج هو مقصود بيه الانجو، يبقى لما نلاقي حد بيقول لنا عايزين نعمل مونيتورنج بنفحص العيان سيرفيلنس ده على الاقل مره، على الاقل المفروض الجايد لاينز على الاقل مره كل شهر بحد كواليفايد، على الاقل مره في الشهر تتفحص الفيستولا، ونحتاج الامر نعمل سيرفيلنس بالدوبلر. ولو لقينا فيه اي ابنورماليتيز هنطلب ان احنا نعمل انجيو جرام علشان يعني نصبغه ونشخص المشكله اللي موجوده. طيب اهم حاجه بقى اللي احنا اساسا التوبيك او عنوان المحاضره بتاعت النهارده الكومبليكيشنز اللي احنا معلش انا اسف ال complications او ال adversities بتاعه ال vascular access او ال AV fistula. طبعا اهمها هي ال thrombosis وال stenosis. ال thrombosis زي ما اتفقنا ان احنا هنلاقي مره واحده الثريل المحسوسه على ال fistula ما بقتش موجوده او بقت ضعيفه، ودي حلها بسرعه ان احنا نعمل thrombectomy سواء بشكل ميكانيكال عن طريق بالون او فوجرتي كاثتر او وات ايفر، ودي غالبا بيعملها حاليا في مصر الاشعه التداخليه او جراحه الاوعيه او ثرومبولايسس. ان احنا نحقن ثرومبوليتيك في الجزء اللي ثرومبوست. وده زي ما اتفقنا يعني محتاجين ان احنا الفتره اللي جايه، احنا الفتره اللي جايه كان في تركيز كويس على البيرمننت كاسترز، وبقى في كتير من النفرولوجي في سنترز كثيره بدأوا هم يعملوا انسرشن للبيرمننت كاثرز والتمبر كاثرز وايفن حتى كيني بايوبسيز. عايزين الفتره اللي جايه لو في امكانيه هنركز على السيمبل بروسيجر بتاع اللي هو البيت سايد ثرومبولايسيس للاكيوت ثرومبوست فيستولاز، وده ممكن يبقى يساعد عينين كتير انها تو سيف الاكسس بتاعهم. او طبعا اللي بتعمل حاليا احنا لو لقينا خلاص ان الاكسس ثرومبوز مفيش امل فيه ان هو يتم ثرومبكتومي او ثرومبولايسس او خلاص عدى الوقت اللي هنقدر فيه نعمل ده، هنضطر ان احنا طبعا نعمل نيو اكسس. ده بالنسبه للثرومبوزس. بالنسبه للاستينوزس سواء كان الاستينوزس ده في الفيستولا نفسها او في اي جزء منها او في السنترال فينز، ده بيبقى حله ان احنا نعمل انجيوبلاستي يعني التوسيع بالبالونه، او قد يحتاج الامر ان احنا نعمل ستنتنج. بس مع العلم ان الستنتنج بتاع الفينز مش سكسسفول او مش كويس قوي، مش حاجه بنحبها زي الارتشز. اوكي يعني الستنتنج في الفين كتير بيريق قلوب تاني. الماتوريشن فيلير زي ما اتفقنا دي كتير بنشوفها ان احنا نلاقي عمليه عمل بس عمليه ضعيفه. العمليه الضعيفه دي على فكره ممكن تكون سببها ان هو المريض ما كانش متحضر كويس زي ما اتفقنا، يعني الفين ما كانش حلو اللي اتعمل فيه العمليه او كان صغير او كان فيه سنترال اوكلوجن. لكن احنا بفرض ان احنا عملنا اللي علينا والعين متحضر كويس ولقينا بعد كده انه برضو لسه الفيستولا مش ماتشورنج بشكل كافي، غالبا المشكله هتبقى يا اما في سايد برانش او اكسسوري فين صغير كان المفروض ان هو يتربط. انت عارفين الفين ممكن بيبقى عايزين عشان تبقى الفيستولا كويسه يبقى في لونج سيجمنت من الفين ما فيهوش اي برانشز او اي تريبيوتريز. لو في برانش صغير كده مسد ولا حاجه ممكن ده يهرب الفين من العمليه ويخلي الفلو فيها ضعيف، فده سيمبلي بيحتاج ان هو يتربط. ده حاجه فيري سيمبل. الكلام ده مهم احنا عارفينه طبعا عشان مش بسهوله كده نجيف اب على اي فيستولا مش شغاله كويس، لا ممكن يكون في سبب وسبب سيمبل خالص يتعالج تتحل المشكله. ايفن حتى لو كانت الماتوريشن فيلير ده سببه انه الانفلو ضعيف او انه الفين كان يعني فيبراتيك شويه وبتاع ما كانش بيضايق بشكل كافي مع الفلو او مع البريشر اللي جواه،
ممكن نعمل بالون اسيستد ماتوريشن. خلاص ده فكرته ببساطه، ان احنا بنجيب البيشنت لو مثلا شايفين ان فيستولا وصل لحاجه وقتها مثلا 4 مللي ومش راضي تكبر عن كده، والفلو بتاعها مثلا ضعيف، ممكن احنا بالبالونه نجيب مثلا بالونه 5 مللي، نزود الملي ده ننفخه وبعدين نستنى فتره وليكن مثلا اسبوعين او شهر كده، وبعدين نجيب العيان تاني نحط بالونه 6 مللي وهكذا، يعني بحيث ان احنا بنبتدي تدريجيا بندخل بالونه جوه الفيستولا ونوسعها ملي في ملي كده لغايه لما توصل للسايز بتاعها المناسب، يبتدي يبقى فلو فيها كويس. اوقات بيحصل الانيوريزم، هنشوف صور ليها كمان شويه. الانيوريزم ده هتكلم عليه بالتفصيل لما نيجي لها بقى الصور احسن، لكن ده بيحتاج يا اما ان احنا نعمل جراحه وريسكشن للجزء اللي هو انيوريزمال ده لو كان ناوي يفرقع او يحصل له رابشر يعني، او ان احنا ممكن نحط فيه كفرد ستنت. تمام، بس مع العلم ان احنا حطينا كفرد ستنت، الجزء اللي حط فيه الستنت ده مش هينفع تعمل له كانيوليشن تاني، عشان بس ايه، فلو عندنا سيجمنت كبير نقدر احنا نوصل في اماكن تانيه، لكن بس خايفين على الفيستول انها ترابشر ممكن نحط كفرد ستنت، ده ممكن يبقى حل اوقات انسب من الجراحه او less invasive طبعا. اوبس سوري. برضو ممكن في الفينس هايبرتنشن، دي ممكن بتحصل برضو اوقات، especially مع لو تفتكروا كنا حكينا السايد تو سايد انستموزز اللي بيتعمل اوقات بنحتاج نعمله لما نكون عايزين يكون في فلو تحت القلبه. مشكله السايت تو سايت انستموزز ده ان هو ممكن برضه يعمل فينس هايبرتنشن. خلاص ودي بحلها برضه جراحه، سيمبلي ان احنا بنحول السايت تو سايت الى اند تو سايت، ده مثلا احد الاكزامبلز على الفينس هايبرتنشن اللي بيحصل بعد الجراحه. برضه في نقطه ثانيه، ممكن يكون في فينس هايبرتنشن على فكره نتيجه ان برضه العيان ما كانش متحضر كويس وكان في عندنا برضه سنترال استروزز، فده ممكن يعمل لنا برضه فينس هايبرتنشن، ونلاقي ان بعد العمليه مباشره بقى في كولاترالز في دراع العيان وفي الشاست، ونلاقي ايديما جامده في الارم كله نتيجه ان السنترال فينز بارشلي اوكلودد او ايفن حتى توتال اوكلودد. الستيل فينومينون ده من الحاجات برضه الصحيحه قوي الحقيقه، اللي هو بتحصل اوقات سبيشلي مع البروكسيمال ارم فيستولا، وسبشلي لما بيكون العيان دايابيتك او عنده بيريفيرال فاسكولار ديزيز، ده معناها انه لما بيتعمل الفيستولا الدم هيلاقي ان هو اسهل له ان هو يمشي في الفيستولا الجديده اللي اتعملت عن ان هو يمشي تحت في الفينز اللي هي او في الفاسلز اللي هي الارتريز قصدي اللي هي نارو اثروسكلروتيك، فيبتدي يبقى الاوريدي الليمب اللي هو اوريدي اسكيميك شويه نتيجة الاثيروسكليروسيس ده يبتدي بقى اسكيميك خالص نتيجة ان ايه البلات شيفت اللي بيحصل والستيل اللي بيحصل ده. دي بيبقى حل في طبعا عمليات كتير قوي في القصة دي، يعني حلها في الاساس سيرجيكال، بس احنا بالنسبة لنا يهمنا بس ان احنا تو بيك اب الحالات دي للاسف افري نو اند ذن، نتيجة انه مفيش يعني كواليتي بروجرام لمتابعة الفيستولاز. اوقات نلاقي عيانين يجي لها ديجيتال جانجرين او ايفن حتى ارم جانجرين ويفقد دراعه كله نتيجه ان هو كان عنده ستيل وما تشخصش في وقت مناسب فبيخسر دراعه، وطبعا دي حاجه ما يصحش خالص. المفروض ان احنا يكون في فولو اب باستمرار. هيبتدي العين يشتكي الاول ان هو يعني في بين في ايده جامد على الجلسه، بنلاقيها كولد خالص بيل خالص، شويه تبتدي تزرق شويه تبتدي تحمر لغايه لما تبتدي بعد كده تبقى جانجرس. مش المفروض نستنى الحاجات دي كلها، ما نستناش ان يحصل color change او trophic change في الليمب. المفروض اول ما بنلاقي فيه شكوى من العيان ان في pain especially اثناء السيشن ونلاقي ان البالس بيبقى diminished في الهاند، المفروض ان احنا نبعت على طول العيان for surgical revision. تمام. heart failure برضه من المشاكل الحقيقه اللي كتير بتبقى overlooked، يعني رغم ان احنا بنبقى expecting انها تحصل، احنا كده كده اتفقنا ان احنا واحنا بنحضر العيان بنبقى عارفين من الهيستوري اذا كان كارديك او لا، بنبقى عاملين ايكو كارديوجرافي نتاكد ان هو الكارديك فانكشنز كويسه قبل ما نعمل الفيستولا. لكن كتير ممكن يبقى عيان
احنا معظم العيانين بتوعنا بيبقوا اولد ايج اوريدي، ممكن يكونوا اثيروسكليروتيك او بيجي لهم حتى اكسلريتد اثيروسكليروزز اثناء الدايلسيس، فيبتدي يبقى عندهم ischemic heart disease او ischemic cardiomyopathy ويبتدي الكارديك فانكشن بتاعتهم تضعف، والافي فيستولا في الحاله دي بتبقى بيردن على الهارت. ده من ناحيه، او من ناحيه تانية لو الفيستولا كانت الفلو فيها يعني ازيد من اللازم، زي ما احنا مش بنحب ان الفيستولا يكون فيها الفلو ضعيف، مش بنحب برضو ان الفيستولا يكون الفلو فيها قوي قوي. يعني ما فيش رقم محدد لسه قوي، لكن يعني يوجولي استريجاردد انه فوق ال 2000 سي سي او ال 2000 مللي بير مينت ده فلو زياده شويه، وفي الحاله دي العين ده شود بي كونسيدرد فور ريدكشن بروسيجر، يعني بتعمل بالجراحه او بالاشعه التداخليه. الاكسبيرينس بتاعتنا سو فار معموله كانت مع الجراحه الحقيقه، ان بتعمل جاكيت بالجرافت، جزء صغير من الجرافت كده بيتقطع وتعمل جاكيت على الفين الكبير اللي فيه الفلو عالي قوي. شفنا فلوز بتبقى بتوصل 6 لتر 8 لتر 10 لتر في الدقيقه، طبعا دي ارقام خرافيه، وتلاقي العيان بيشتكي بديسنيا وبتشست بين وبعرض هارت فيجر بمجرد ما بيتعمل الريدكشن بروسيجر ده وينزل، كأنه بنحط كده زي يعني بيرس سترينج كده حوالين الفيستولا، نخنقها كده شويه نقلل الدايمتر بتاعها، او ما ينزل الفلو اون تيبل كده بينزل لغايه مثلا 1200 1500، تلاقي دراماتيك ريليف للسيمتومز والعيان بتحس بتحسن مباشره. فدي من الحاجات اللي احنا وشود برضو يعني keep in mind، especially لما يكون في عيان stable عندنا تماما وبعدين مرة واحدة نبتدي نلاحظ ان هو عمال بيشتكي على طول بديسنيا، او ان هو وزنه بيزيد، او ان هو في اديمة او حاجات زي كده. طبعا احنا اول حاجة بنفكر فيها بطبيعة الحال انه يكون العيان مش بيسحب كفاية او محتاج يسحب اكتر او حاجات زي كده، لكن لما نلاقي ان القصص دي بدأت تبقى متكررة او ان الشكوى متكررة عند العيان، يفضل ان احنا نعمل تاني كاردياك ريفيو وريفيو للفيستولا فلو علشان نتاكد ان احنا ما حصلش اي مشاكل او اي مضاعفات اثناء البيشنت ما كان على الدايلسيس. واخر حاجه معرفش نطت فوق دي كده الانفكشن. طبعا الانفكشنز طبعا من الحاجات اللي احنا ممكن نعالجها طبعا بالانتيبيوتكس، سواء كان سوبرفيشال او ديب انفكشن، ممكن نحتاج نعمل سيرجيكال درينج لو كان في كولكشن او حاجه. اهم حاجه بس ان احنا ناخد بالنا انه الانفكتد فيستولا دي ما مش بنوصل فيها، لازم بنحط قسطره مؤقته وعين يتعالج كويس من الانفكشن سبيشالي ديب انفكشن علشان ما يحصلش منه مضاعفات. بحب دايما اشبه الانفكشن اللي بيحصل في الفيستولا بالسيريس انفكشن زي الانفكتد فنتوكاردايتس. احنا بنتكلم على بيج فينز داركلي كونكتد للهارت، فدي سيريس انفكشنز بتتعالج باتليست 3 ويكس اوف parenteral antibiotics، ما هيش حاجة بسيطة ما يستهنش بيها. فلما بنلاقي عين عنده علامات infections وديب infections في الفاسكولار اكسس او في كاستر، دي من الانفكشنز السيريس اللي المفروض نهتم بيها. شوية صور كده تو الاستريت الحاجات اللي احنا بنتكلم كنا بنتكلم فيها. دي مثلا اكزامبل على trophic changes موجودة في الديجيتس نتيجة ان البيشنت عنده ستيل. يعني الشخص ده هيجي وهو بيغسل كده يقول لك زي ما اتفقنا ايدي بتوجعني جامد اثناء السيشن، او ايفن حتى في الادفانس ستيجز تبتدي ايفن حتى ات هوم تبتدي بعد كده تحس ايده تلاقيها ساقعه تلج كومبير للايد الثانيه، طبعا تلاقي الراديال بالس فيها دمنشت شويه شويه، تبتدي يحصل فيها كالر تشينجز، ثم تبتدي يحصل فيها ترافيك تشينجز بالمنظر ده. او ما تلاقي حد لو انت بتبص بتمر على الوحده ولقيت اي عيان يعني، والعيان المصري حمول يعني ممكن اوقات يبقى في عنده كده اعراض زي كده او حتى فايندنجز زي كده، وتلاقيه يعني مش بيشتكي او يعني كده. ففي العيان اللي هو مش بيشتكي ده وكده، اي عيان عامل فيستولا المفروض احنا نفحص ايديه ونبص على ايديه ونتاكد انها ما فيش فيها فايندنجز من هذا النوع. عند انيوريزم كده فيستولا وفيها انيوريزمال دايليتيشن موجود فيها، هنلاقي ان اوقات نقول كلمه انيوريزم واوقات نقول كلمه سودو انيوريزم. هو ده يعني ديفرنشيشن هيستوباثولوجيكال مش هيفرق معانا قوي، احنا بالنسبه لنا في الحالتين كالكوعه كده ضعيفه، يعني الوول بتاع الفين ضعيف فحصل البولج اللي احنا شايفينه ده. خطورته انه ممكن يفرقع،
هو الفكره بس الفرق ان السودو انيوريزم ده ده معناها ان كان حاصل قبل كده كانيوليشن او فولس كانيوليشن نتج عنه هيماتوما كبيره. الهيماتوما دي بدا يبقى الوول هيلد فايبرس تيشو، وبقى الفايبرس تيشو وول ده هو الوول بتاع الفين. فده ده سودو وول، ما هو ده وول فبروتيك وول نتيجه هيماتوما اورجنايزد وليس ترو فيسل وول. اما الترو انيوريزم بيبقى نتيجه ريبيتد كانيوليشن في اريا واحده، لان العيان بيحب طبعا يتشك في نفس المنطقه عشان بتبقى مع الوقت less sensitive. ده بالنسبه للعيان، وبالنسبه للستاف بيكون طبعا اسهل لهم ان هم اتعودوا على مكان يشكوا فيه. فمع الوقت الاريا دي بتضعف، ويبتدي الوول نفسه بتاع الفين يضعف، فيبتدي يحصل ايه البريشر بتاع العمليه، الضغط الشرياني ده يبتدي يعمل بريشر على الحته الضعيفه دي. لكن بيبقى الوول از فاسكولار وول، يعني في فاسكولار اندوثيليوم لايننج الانيوريزم ده، اتس ترو وول، لكن هو سيمبلي الماسل دير از ويكند، فنبتدي نلاقي ان احنا ايه البلج ده موجود. والله كانت ترو انيوريزم او كانت سودو انيوريزم مش تفرق معانا، احنا اول ما هنلاقي انه بدا يبقى فيه السريشنز زي ما احنا شايفين في الصوره كده، او بدا يبقى فيه اوز كده اوف بلاد، او ان السكين بقى ثيند اوت خالص، يعني في امباندنج علامات امباندنج رابشر، ما نستناش العيان ده تفرقع على الفيستولا وينزف هو في البيت. المفروض العيان ده يتحول على طول على الجراحه، يا اما اتفقنا يا اما بتعمل سيرجيكال ريسكشن للجزء الانيوريزم ده، او لو احنا في عندنا سيجمنت كبير نوصل منه ممكن يتحط ستنت كفرت ستنت، يعني ستنت عليها جرافت يتحط بالقسطره ويتقفل الحته دي خالص كانها مش موجوده، يعني كان في الستنت ماشيه جوه الفين وقافله على الجزء اللي هو الدايليتد ده مش وصل له دم خالص. دي انيوريزمات بتتطور بالانجو زي ما احنا شايفين، بيبقى غالبا الدايليتيشن موجود في المكان اللي احنا بنعمل فيه كانيوليشن جامد. تمام، دي صوره بالدوبلر بالكار دوبلر مبينه اللي فيه استنوتك سيجمنت، يعني شايفين هنا ده الوليومن، ده اليوم بتاع الفين وده اليوم بتاع الفين، وشايفين هنا ان الوول بقى او اليومن بقى نعرض خالص نتيجه ان فيه استنوتك سيجمنت. ده لو دخلنا جواه ببالونه نفتحه يرجع تاني نفس الكاليبر، لكن طبعا لو فضل الكاليبر ضيق كده والفلو بدا يبقى قليل هنا كده يبتدي مع الوقت يحصل ترمبوز ونخسر خالص الفيستولا دي، وده اللي بنتكلم عليه عايزين نشخص الاستنوزز بدري علشان ما يحصلش فيه مشاكل. دي برضه صوره ثانيه للاستنوزز، again صوره ثانيه للاستنوزز، يعني دي صورة بالدوبلر بتبين لنا ان هو بس هنا بيبقى فيه توربلنت فلو جامد بعد الحته الاستراتيك، بالذات لو في استراتيك سيجمنت شديده هنلاقي ان بيحصل هنا توربلنس جامد وهاي بريشر، ايفن حتى ممكن يحصل دايليتيشن بعد الاستراتيك سيجمنت. طبعا الهاي بريشر والتربلنت فلو والحتت دي كلها بتساهم ان يحصل هنا ثرومبوزز بسرعه. ده منظر السنترال فين ستينوزز، بيبقى طبعا سبوت دايجنوزز بنلاقي عيان بيعمل دايلسز، ده الدراع الثاني اللي مش فيه الفيستولا، الدراع اللي فيه الفيستولا بنلاقي ان هو ايديمتس وسوالينج بالشكل الجامد ده. ده على طول معناها ان في عندنا سنترال فين اوكلوجن، يعني السبليفين فين مقفول، النومن مقفول، حاجه كده. وده طبعا علاجه سنترال انجيوجرام وجراحه او ستانتنج او وات ايفر. الحقيقه مش عايز اخش في التفاصيل دي قوي، لكن لكن دي الليست اوف فاسكولار اكسس سالفج بروسيجرز اللي احنا يوجوالي بنعملها، تشمل بالون انجيوبلاستي لاي شورت سيجمنت اوف ستنوزز، سواء كان في الانفلو بتاع الفيستولا انترا اكسس في الاوت فلو اي حته في الاوت فلو وصولا للسنترال فينز، بانجيوبلاستي او ستنتنج للسنترال فينز، الترومبكتومي سواء كان ميكانيكال او فارماكولوجيكال، الجرافت انتربوزيشن فور لونج سيجمنتس اوف ستنوزز، ليجيشن او كويلنج لو في سايد برانشز او ستيدنج برانشز، كفرت ستانس او ريسكشن لحالات الانيوريزمز زي ما اتفقنا، الفلو ريدكشن بروسيجرز سواء بالجراحه او بالباندنج اسمها ميلر بروسيجر، دي بالاشعه التداخليه ممكن تتعمل.
اخر حاجه احب اقولها لكم السمري للكلينيكال براكتس جايد لاينز. بالنسبه دي طبعا كل الحاجات المعلومات كلها عارفينها، لكن بنراجعها مع بعض. الـ preferred type of access، الـ preservation of sites، بالنسبة للـ native access، الـ timing of creation، الـ maintenance of vascular access، والـ prevention of cath-related infections والـ complications of vascular access. دي كلها الـ يعني الـ guidelines اللي احنا يعني بنتبعها. الحقيقة السكيب عشان ما اطولش عليكم، احنا بقالنا ساعة بنتكلم، فمش عايز اطول عليكم اكتر من كده. لكن سريعا كده الكلام احنا قلناه، ارتيفينس فيستولا دي دايما تبقى الفيرست تشويس، والجرافت سكند تشويس، والتانل كاستر ثيرد تشويس. بالترتيب، الترتيب ده مهم. لازم اي لونج تيرم اكسس تو بي مونيتورد ومينتيند تو مينيمايز الفيلير. دي كلها حاجات طبعا ايه عايزين دايما الـ complications related to vascular access تتعالج دايما بشكل يعني سريع، especially الـ infections عشان دي طبعا بتبقى very risky زي ما اتفقنا. preservation of peripheral veins اتكلمنا عليها. الـ planning، okay، ده should start as early as stage 4 PKD. Okay. وكذلك the creation of the vascular access. محتاجين عشان بنتسأل الأسئلة دي كلها، هل محتاجين أدوية سيولة to promote the access survival؟ لا، ما فيش أي evidence على كده خالص، ولا aspirin ولا anticoagulation ولا أي حاجة من الحاجات دي. النيدلينج تكنيك بطن هول مش منتشر قوي عندنا، اللي هو يعني كاميرات في نفس البوينت بالظبط بنفس الانجل، يعني مش مشكله دلوقتي، دي مش مهمه دلوقتي. الترفيلنس اتكلمنا عليه خلاص. الانترفنشن نوت للفيلنج اكسس، مينيمايز ذا يوز اوف ذا كاسترز، ومينيمايز ريسك اوف كاثريتد انفكشنز. تاع ايه مناسب، اويرنس في التمريض والدكاتره والعيانين على الانسبتيك تكنيكس، التعقيم كويس بتداين او كلوركسيدين او وات ايفر، اللوك سوليوشنز. بالنسبه للاساطر احنا بنتكلم على النهارده، مش عايز اتكلم في ده كتير. علاج الانفكشنز مهم جدا، الانيوريزمال فورميشن بنمنعه بان احنا بنحاول ما نعملش كانيوليشن في نفس المكان باستمرار، ونستعمل بطن هول دي. واخيرا بقى طبعا لو في اي اسكيميا ريليتد للفيستولا او الكرافت تتعالج على طول، ما يسيبش يحصل جانجرين او امبيوتيشن او حاجات زي كده. السنتر فين اوكلوجن لازم تعالج، مهم قوي. prevention and treatment of سنتر فين اوكلوجن، ودي الريفرنسز. اكتفي بهذا القدر الحقيقه. ان شاء الله لو لينا مره ثانيه بنتكلم معاكم، نبقى نحكي بقى في البروسيجرز نفسها بتتعمل ازاي، الانترفنشن بروسيجرز كلها. نبقى نخليها مره تانية بقى ان شاء الله عشان ما اطولش عليكم، و اعتذر للاطاله لو كنت طولت، وشوف بقى حضرتك لو محتاجين اي اسئله تحت امركم. اتفضل. ثانك يو. متشكرين جدا دكتور تامر، الحقيقة المحاضرة يعني رائعة لأنها غطت كل حاجة تخص الإيفي فيستلا فعلا. يعني أعتقد أن بعد المحاضرة يعني طبعا هنشوف الأسئلة، بس يعني أنت غطيت كل حاجة من أول، يعني زي ما أنت قلت كده أن العيان أول ما يبقى CKD4 هنبتدي نفكر أنه هو يبقى دي definitive access، وان الايفي فيسترا هي الموست سوتابل فور ذا سي كي دي بيشنتس.
فمن اول هذه النقطه لحد ما انتهينا الى كل الكومبليكيشنز اللي ممكن يتعرض ليها العيان بعد ما يعمل الاي في فيستولا. ف يعني شاكرين جدا دكتور تامر، ولو في اي اسئله بقى بتتعرض يا ريت حضرتك ترد عليها بقى ان شاء الله. إن شاء الله. مرسي يا دكتورة فاطينة، مرسي يا مرسي رفاق. لحضرتك، مرسي أوي. أي أسئلة يا جماعة؟ هو في أسئلة يا دكتور تامر على الشات؟ طب استنى بقى معلش عشان أنا إيه أشوف بقى بيتفتح إزاي الشات ده. طب لغاية لما ألاقيه قول أنت طيب الأسئلة يا كريم عشان أنا لسه مش لاقي الشات ده أفتحه منين. طيب حالا الله يخليك تسلم لي. لا ده شيء في which is better buttonhole or rope bladder cannulation how to deal with AV fistula hematoma. طب خلينا نجاوب واحد واحد الاول. الروب بلادر ده اللي هو زي ما احنا عارفين ان احنا يعني بنغير مكان ال يعني الكانيوليشن على بطول الفيستولا يعني بننزل تحت ويطلع لفوق كده ايه بال يعني ونكرر اللفه دي. الباتون هول فكرتها كلها ان احنا محتاجه طبعا يا اما سكيلد تكنيشن دايسيس تكنيشن او نيرس ان هو يخش في نفس البوينت بالظبط بنفس الانجل علشان بعد كده بيتعمل زي فابرس تراكت كده صغير فما نديش فرصه انه لما يحصل الانيوريزم دايليتيشن ده ميبقاش في ويك اريا يبقى هي بوينت واحده فمهما عالي البريشر عمرها ما هتقدر انها الفابروتيك بوينت دي انها تعملها دايليتيشن. في ديفايسز بره موجوده مش موجوده في مصر يعني تو فاسيليتيت موضوع الباتون هول تكنيك ده لكن مش موجوده عندنا ويعني مش هقدر اقول ان في سكيل قوي عندنا ان احنا نعملها. فهي بالنسبه لنا هي كلام اكتر ثيوريتيكال حاجه كده الامتحان عشان حد يقول لك الباتون هول تكنيك تقول له هي حلوه وكويسه جدا هتقلل الانيوريزم ريت مع العلم انها الفابروتيك سيجمنت دي ممكن تزود الانفكشن ريت شويه يعني هي المأخذ عليها انها ممكن تبقى انفكشن ريت فيها اعلى شويه. الروب لادر طبعا هي كانت الريكومنديشنز القديمه الاقدم من الباتون هول تكنيك لكن في واقع الامر الذي ولا دي حد بيعملهم هنا قليل قوي الحقيقه لما بشوف يعني فيستولاز جايه وفيها كاميليشن ماركس بتاعه روب لادر تكنيك دي بتبقى يعني حد يعني ماشي باي ذا بوك قوي يعني بس هو يعني الفاست فاست ماجوريتي من الناس كلها ما كانش يعني اولموست اكسكلوسيفلي كل العيانين او كل السنترز او كل التمريض بيوصلوا الحقيقه في اريا اللي هي اللي مريحه ليهم وللعيان ومع الوقت بيحصل موضوع الانيوريزم ده. ف طبعا ثيوريتيكلي باتون هول احسن من الروب لادر. فعليا لازال في مصر اللي بيتعمل هو الاريا كانيوليشن العادي اللي احنا بنعمله من زمان ولازال لم يتغير. يعني ايه تاني عندك يا كريم؟ هاو تو ديل ويز اي في فيستولا هيماتوما. طيب هي طبعا اي في فيستولا هيماتوما دي ده جزء تريكي شويه. احنا الاول حاجه اي هيماتوما ليها علاقه بال blood vessels we need to make sure بس الاول ان الهيماتوما دي مش اكتف هيماتوما تمام. يعني لو الهيماتوما دي بتكبر او عملنا عليها اشعه في بين عمال بيزيد العين سبيشال لو كان عين بياخد انتي كواجيليشن او وات ايفر او بدا يحصل انها عماله تكبر تو امبيد الفلو في الفيستولا دي كلها حاجات لازم تو بي ادريسد. يعني احنا كتير قوي بنشوف ان الهيماتوما بتهمل ومش بتتاخد الاحتياطات دي لغايه لما يحصل الكومبليكيشن فعلا. فاحنا وان ايفر بيحصل هيماتوما وشايفين انها بتكبر بسرعه او حاجات زي كده يعني يفضل ان احنا نطلب بعدها دوبلر لو في امكانيه لده وتو ميك شور بس انه يعني ان الهيماتوما دي واقفه ما بتكبرش وانها مش مؤثره على الفلو او مش عامله مشاكل. غير كده خلاص هيماتوما بتحصل وانس خلاص ان ما فيش يعني البليدنج خلاص مش مستمر هي ايفنتشولي هت ريزولف تاخد لها يعني فيو دايز او ايفن حتى لو طولت شويه على حسب السايز بتاعها يبتدي مع الوقت يعني يحصل انفلاماتوري سيلز هتيجي للاكسترافازيت بلاد ده وهتاكله وهتمشي وشويه كلر تشينجز كده وخلاص. هي الفكره كلها يعني اللي بيحصل انه لما بيحصل هيماتوما
بنلاقي اوقات ان هو يعني بيحصل نوع من البانيك اوقات ويقولوا للبيشنت لا انت مش هينفع توصل بقى من دراعك ولازم تحط قسطره وما اعرفش ايه والقصه دي. الحقيقه مش دايما بيكون الكلام ده صح. احنا يعني انا شايف ان هو انسب حاجه لما يحصل هيماتوما خلاص العيان بعد ما خلاص بقى جلسته ويسيب السنتر يروح يعمل دوبلر يتاكد من الهيماتوما وقفت وانه ما فيش وان الفين اكسسبل يعني مش انها الهيماتوما مش موجوده في مكان هتخلي ان هو تكنيكلي صعب ان احنا كانيوليت العيان الهيماتوما خلاص يعني في مكان على جنب في حته خلاص احنا بنوصل عيان عادي من سيجمنت تاني وخلاص يعني ما فيش مشكله وممكن حتى الاوبريتيف بتاع الالتراساوند يعلم لنا على الاماكن الالتيرناتيف لو احنا مش متعودين على الاماكن الثانيه دي اللي احنا نوصل فيها خلاص الهيماتوما خلصت وحصلت وانتهينا ووقفت هنسيبها هتاخد ايام وهتروح ممكن ندين التوبك اللي كده ندين عليها حاجات كريمات اللي احنا عارفينها زي وكلام من ده وانتهت القصه على كده خلاص. اما بقى لو كانت طبعا الهيماتوما او الكولكشن اللي موجود الافيلبل سيجمنت فور كانيوليشن صغير او انها مغطيه الكانيوليشن بوينتس المحتمله او كده خلاص هنضطر ان احنا نحط بقى قسطره ونويت لغايه لما يحصل ريزولوشن للهيماتوما دي وبعد كده نوصل عادي من العمليه بعد كده. اوكي ممكن اقول برضو انها وان كان ده حاجه كده اوف ليبل يعني بس احنا ممكن انتي بودي انتي باتيك بروفلاكسيس كده علشان ايه ما نديش فرصه ان يبتدي يبقى الهيماتوما دي تنفكت تبقى انفكتد او حاجه ده ممكن يعني ايه اوقات نعمل حاجات زي كده يعني. ايه سؤال حضرتك دكتور؟ نعم انفيكشنز اوف كلوزنج اي في فيسترا اللي ايه مش سامع indications of closing. الحقيقه برضو القصص دي يعني طبعا دي حاجه يعني على حسب ظروف العيان يعني في طبعا indications كثيره قوي يعني من اول مثلا ان انت خلاص البيشنت مثلا عمل ترانسبلانتيشن ومش محتاج الفيسترا خلاص وعمل له كوزماتيك ديسفيجرمنت او عمل له مثلا ديسكومفورت او وات ايفر تمام ودي مسألة على فكرة ديبيتابل شوية أو كونتروفيرش شوية في ناس تقول لك لا يعني ممكن يحتاجها بعد كده لو مش عمل له مشكلة ومش عمل له أزمة ومش عمل له أي هيموديناميك إمبالانس أو أي حاجة خليها يعني في ناس ممكن تسيبها أوقات يعني بس هو يوجولي اللي بيعملوا ترانسبلانتيشن ده ممكن يبقى إنديكيشن للفيسولا كلوجر. لو بتتكلم على من ناحية بقى الكومبليكيشنز زي ما اتفقنا لو في انيوريزم خطير موجود لو في ستينوزز لو في فيستولا انفيشنت لو في اي مشاكل يعني ستيل جامد ويبقى في كده ريسك ان يحصل جانجرين او بدا يحصل ترافيك تشينجز او حاجات زي كده يعني احنا بنتكلم لو بنتكلم بصفه عامه لو في اي سيريس كومبليكيشن ممكن يكون بيأثر على البيشنت ومسبب له موربيديتي جامدة وممكن يكون حتى يحطه في ريسك اوف مورتاليتي حتى ايفن ده بالنسبة لنا هيكون انديكيشن فور فيسلا كلوجر. اوكي زائد ان هو يكون خاص مش محتاجها طبعا ده هي يعني بيسكلي لو هنسمرايز الانديكيشنز يعني. اي اسئلة اخرى؟ Do you recommend anticoagulation for AV graft or femoral permicath and which type we can use? طيب هو احنا شوفنا لو كنا خدنا بالنا من الجايد لاينز مفيش ريكومنديشن بده يعني كان في جربهم الانتيبليتلس وجربوا الانتيكواجوليشن مش هيكون ليها اي دور بريفنتيف او بروفلاكتيك خالص يعني مفيش ايفيدنس على هذا الكلام. لكن الحقيقه تو بي اونست انا نفسي يعني حتى لما بنحط اي اكسس في اللور لمف في مور الفين او حاجات زي كده انا يوجوالي الحقيقه بريسكرايب انتي كواجوليشن يعني طول ما في لانه كتير قوي بنشوف الحقيقه مضاعفات كتير من الفيمورال كاثرز سواء تمبري او بيرمننت كاثرز بيحصل بعدها دي في تي في اللور لمف فالحقيقه العينين دول كلهم بديهم فول انتي كواجوليشن طول ما في قسطره انسرتد في الفيمورال فينز. لكن بالنسبه لل
يعني لل other veins. أنا I would say إحنا بنعمل ده أوقات الحقيقة لما بيكون العيان فيه history of recurrent thrombosis. يعني عيان هو ممكن يكون hypercoagulable أو حاجات زي كده. طبعا إحنا عارفين إحنا ال patients بتوعنا ممكن يكونوا hypercoagulable لأسباب كتيرة. فممكن في الحالات اللي زي كده بعتبر الأكسس ده precious access وببتدي أدي العيان full anticoagulation even حتى لو كانت يعني الكاثر دي inserted أو الأكسس ده inserted في يعني مكان في الأرم مثلا أو غيره. فهو دي غالبا two indications الحقيقة. لو في حاجة في اللور limb أثر في اللور limb أو لو في recurrent history of recurrent thrombosis أو أو hypercoagulable state proven يعني. في سؤال حضرتك من الدكتور أحمد زهير do we recommend closure of fistula if ejection fraction become very low due to ischemic heart disease or decreased blood pump on dialysis below 300 milli per minute. بص هو طبعا ده سؤال شائك جدا الحقيقه. هو يعني دي برضو اجين من الجري زونز اللي هي ما تجاوبش عليها بشكل قطعي في الريسيرش. يعني هتلاقي اي يعني سيت بوينت هنتكلم عليها هي كلها حاجات اجتهاديه خلاص. خلينا نقسم السؤال ده سؤالين. يعني السؤال الاول لو احنا بنتكلم على patient field preparation usually يعني احنا لما بيكون ejection fraction اقل من 40% الحقيقه مش بنحب نعمل له fistula او graft خلاص. يعني لو في بنتكلم على mild heart failure it's okay we may attempt fistula او graft. Moderate to severe reduction في ejection fraction مش بيكون مستحب قوي الحقيقه. وان كان في case reports على successful fistulas في ارقام اقل من كده او قليله لكن الحقيقه usually احنا يعني مش بنحب نعمل ده. ده بالنسبه لي اللي هو لسه هنعمل له فيستول او بفكر نعمل فيستول. طيب العيان بقى اللي هو بالفعل جاله هارت فيلير لسبب او لاخر سواء من الفيستولا كانت هي السبب او جاله كارديك ايفنت ايا كان وهو دلوقتي بالفعل عنده هارت فيلير وريجكشن فراكشن از فيري لو. دي الحقيقه مش هقدر اقول لك اجابه قطعيه فيها لانه الـ يعني دي هتختلف من كيس للتانية. يعني actually في كيسز ممكن تسوق لو انت حاولت تقفل لها الفيستولا وفي كيس هتتحسن جامد لو حاولت تقفل لها لو قفلت لها الفيستولا. فدي يعني هتبقى افضل يعني وقتها يبقى يعني يتم ديسكشن للملابسه الحاله بالكامل ونشوف الايه الريسك فاكتور ايه اللي خلاه يحصل لها كده. تمام بس ديفينتلي لو كان الفلو بتاع الفيستولا هاي فلو ايفن حتى لو كان الهارت فيلير كده بعد كده احب ان احنا نعمل يا اما ريدكشن للفلو او انها تتقفل خالص. اعتقد ما فيش اسئله ثانيه دكتور تامر على الشات يعني. خلاص كويس جدا تمام خلاص كده ما فيش اي اسئله ثاني كريم. احنا قلنا على الاسئله اللي موجوده يا دكتوره فاتينة على الشات كده. طيب تمام كده تمام خلاص متشكرين جدا جدا دكتور تامر دكتوره فاتينة. لا يعني يعني تغطية رائعة للموضوع كله بالأسئلة كلها اتجاوبت و يعني متشكرين جدا يعني as usual يعني ودي الحتة بتاعتك فاحنا أكيد هتتغطى بهذا الشكل يعني. ميرسي يا فندم ميرسي قوي إن شاء الله بقى نلتقي في يعني المحاضرة الجاية برضو في الانترفنشن بتاع يبقى كريم يحضرها لنا إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله ميرسي يا دكتورة فاتينة. شكرا ألف مع ألف سلام. شكرا جميعا وبالتوفيق إن شاء الله. السلام عليكم جميعا مع ألف سلام مع السلامة. عليكم السلام.